هلو لو حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير. موضوعنا اليوم يخص النساء الحوامل او اللي حيصيروا ان شاء الله حوامل او اللي بتفكر بالحمل او المهم الموضوع اليوم عن الحوامل، لانه كتير اسئلة بتجيني عن هذا الموضوع. هل الحوامل فيهم يمارسوا الرياضة؟ شنو الاكل اللي لازم الحامل تاخده؟ كم الوزن؟ كل هذه الاشياء، كل سؤال بدور ببالكم عن الحامل حجاوب عليه بهذا الفيديو. بداية ما تنسوا إذا هذه أول مرة بتشوفوا القناة تعملوا سبسكرايب للقناة إذا حبيتوا مواضيع مختلفة طبعا، وما تنسوا إذا بتعرفوا شي واحدة حامل أو رح تصير حامل أو بدها تصير حامل أو بعتوا لها هذا الفيديو. خلينا نبتدي. قبل لا نبتدي سوري ما تنزعجوا مني، ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام الظاهر على الشاشة وكذلك على السناب شات، وهلأ رح نبتدي. أول سؤال رح جاوب عنه هو هل الحامل فيها تسوي رياضة؟ الحامل إذا قبل لا تصير حامل كانت تسوي رياضة ففيها تكمل عادي، بس بشر أول شيء أول 3 شهور ما في شيء أي شيء بيتغير فيها، تكمل رياضة مثل قبل الحمل عادي جدا، بس في أشياء لازم تتجنبها وهيدي خلال كل فترة الحمل لازم نتجنب أنه نبضات القلب تتسارع كتير وتصير مثلا فوق 140، بمعنى لازم تختبري نفسك إذا فيكي أو إذا قادرة تحكي. إذا كنت قادرة تحكي تمام، إذا ما قادرة فهاد لازم توقفي دغري وترجعي تنزلي نبضات قلبك، فهاد مهم جدا. كذلك هيدا المعروف إنه لازم نتجنب أي شيء فيه قفز أو نط لسلامتك كذلك ولا سلامة الجنين، فيعني نط الحبل نتجنبه. فيديوهات الكارديو اللي منزلتهم الهيت كارديو نتجنبهم كليا، فيكم تسووا فيديو التسخينات. انا باي ذا واي ححط لكم بلاي ليست هاعملها وححط لكم الرابط تاعولها بصندوق الوصف، هاختار الفيديوهات اللي الحوامل قادرين يعملوهم خلال فترة الحمل من الاول للاخير. اوكي اتفقنا على هذه الناحية. ثاني شيء بس ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي من 3 شهور ل6 شهور، حنخفف شوي رياضة، حنكفي على الرياضة وحقلكم أهميتها بعدين، بس حنخفف مش مثل الأول من أول شهر لثلاثة شهر، بس نفوت بالسادس والتاسع وأكيد قدرتنا كذلك بتخف، حنخفف كمان، يعني حسب قدرتك أنت، فحسب قدرة كل واحدة. ما فيني أقولك إذا فيك تكفي رياضة عادي شو التمارين اللي لازم تكفيها، أنت اللي حتعرفي حالك إذا قادرة تسوي تمارين أو لا، بس من السادس للتاسع يفضل أنك تمارسي رياضة المشي. نجي لأهمية الرياضة للحامل قبل الحمل وأثناء الحمل، هي أن أولاً إذا كنت صحية ورياضية بفترة الحمل فتأكدي أنه الجنين رح يكون كذلك فيما بعد، يعني لما تخلفي ويكبر حيكون إنسان صحي وإنسان رياضي. بناء عضل، شرب مياه كافية والتنفس أثناء التمارين الرياضية، هيدا بيخلي الجسم بيضخ أكسجين كويس بالدم وكذلك بخفف احتمالية إصابتك بسكر الدم اللي هو كتير نساء بيصابوا فيه، بخفف كذلك من احتمالية انه تصابي بتشققات البطن، لانه بيكون عندك بانية عضل المفروض انك شاربة مي، فالمفروض انه الإلاستيسيتي تعول جسمك كويسة، بس هاد ما يمنع انه لازم تدهني جسمك صباحا مساء بزيت اللوز الحلو مثلا. كذلك شيء اللي هو كتير مهم هو الانفصال العضلي اللي بيصيب النساء خلال فترة الحمل. انفصال عضلي هو انه في العضلات على البطن اللي بتنفتح بهذه الطريقة او بتتفرق بهذه الطريقة بترجع بسرعة ومن غير رياضة، يعني دغري بيرجع جسمك بعد الولادة، في حين اذا ما كنتي بتصور رياضة في نساء بيرجع عادي وفي نساء ما بيرجع عادي ولازم شغل وشغل لحتى يبطل فيه هيدا الانفصال العضلي. كذلك في نساء خلال فترة الحمل بتعاني من مشكلة الامساك، فلما تكوني صحية بأكلك بتكوني رياضية بتشربي ماء بكفاية، فكذلك ما رح تعاني ان شاء الله من هذه المشكلة. نجي لفقرة الأكل، شو فيها الحامل تأكل؟ في اشي انا دايما بسمعه بالبلدان العربية، انت حامل كلي لإلك ولابنك، ما انت لازم تتغذي، ما انت ما بتاكلي بس لنفسك، كلي لإلك ولابنك، وهذا كتير غلط. الحامل لازم ما لازم تاكل مرتين اكثر وانما مرتين احسن، يعني لازم هون اكثر وقت لازم تكوني فيه صحيه، تاكلي حاجتك مثلا 2000 سعره حراريه، تاكلي حاجتك
بس تاكليها بطريقه صحيه، نبتعد عن المقالي، نبتعد عن الحلو، عن السكريات، وما تقولي لي بتهف نفسي للحلو. هذا اللي بيهف للحلو، تمام؟ والله انا بعرف بنات مش حوامل بتهف نفسهم للحلو، انا بتهف نفسي اوقات للحلو. ما خص الوحم بهذه القصه، ما تتحججوا لي بالوحم من الاخر، انا بجيب لكم اياها من الاخر، ما تتحججي بالوحم. نبتعد عن الحلو لانه ممكن يسبب لك سكر الحمل، لذلك مش كويس لجنينك. ناكل خضروات بكفايه. في نساء ممكن تكون منا ايمينيزي، ما عندها مناعه ضد التوكسوبلازم، وهذا انتم بتعملوا تحاليل، طبيبتك تطلب منك تحاليل دم وبتشوف عندك مناعه ضد شو وشو اللي ما عندك مناعه. فاذا عندك مناعه ضد التوكسوبلازم فكله تمام، هوني فيك تاكلي سلطات، يعني فيك تاكلي خضر نيه غير طازجه او غير مطبوخه. اذا ما عندك مناعه ضد التوكسوبلازم فهون ممنوع تاكلي فواكه البحر، وممنوع تاكلي الاشياء اللي منا مطبوخه، السلطه مثلا. ما فيك كذلك تاكلي لحم ما يكون مطبوخ كويس، فانتبهوا ضروري تعملوا تحاليل، طلبوها من الدكتوره تاعكم اذا هي ما طلبت هذا الشيء. حاكتب لكم الاسم. الحامل بحاجه لاشياء اكثر من اللازم، مثل فيتامين سي، فيتامين د، محتاجه للكالسيوم ومحتاجه لمصدر الاوميجا 3. وين بنلاقي كل هذه الاشياء؟ فيتامين سي بنلاقيه بكل شيء بلونه احمر، مثل الطماطم، الفلفل الاحمر، التوت اللي هلا مش وقته طبعا، بنلاقيه بالبرتقال، بنلاقيه كذلك بالخضروات اللي لونهم اخضر. مصادر الدهون الصحيه ومصادر فيتامين د كذلك ممكن تلاقيها بالاسماك الدهنيه، مثل السلمون ومثل التونه، اللي لازم تاكليهم مرتين بالاسبوع على الاقل. باختصار حاولوا انه اكلكم يكون متنوع ومن كل شيء. الاكل الصحي يتكون من ثلاث اشياء ضروريه ومهمه. يتكون من مصدر بروتينات اللي بنلاقيها باللحوم، بالدجاج، بالاسماك، بالبيض، بالبقوليات. يتكون من مصدر كربوهيدرات صحيه، وهيدي اللي بنلاقيها بالرز الاسمر، بنلاقيها بالخبز الاسمر، بنلاقيها بالبطاطس، البطاطا الحلوه كثير مفيده. يتكون من مصدر دهون صحيه، وانتبهوا كثير كويس لكلمه دهون صحيه. الدهون الصحيه هي اللي بنلاقيها بالاسماك، هي اللي بنلاقيها بالمكسرات، كذلك من مصدر فيتامينات ومعادن اللي بنلاقيها بالخضر وبالفواكه. ما قلت محتاج جسمكم لمصدر سكريات مصنعه، لما قلت لكم مصدر كربوهيدرات ما ذكرت الرز الابيض ولا الخبز الابيض، ذكرت كل شيء اسمر اللي بيكون غني بالالياف، وكذلك اعتمدوا على بدر الكتان اللي غني بكثير فيتامينات، غني بالمغنيسيوم، بالفوسفور، غني بالاوميجا 3، غني بكثير اشياء، بس لازم تطحنوها قبل لا تاكلوها. نجي قد ايه الحامل فيها تاخذ وزن. مبدئيا في اول 3 شهور ما لازم تاخذ ولا جرام، المفروض لانه البيبي بيكون مثل حبه قمح، فهيدا ما بياخذ وزن بجسمك، فمبدئيا بتكون جسمك بضله نفس الوزن. في ناس حتى بتنقص لانه ما بيكون الى نفس تاكله هيك، بس من 3 شهور ل 6 شهور بتاخذي كيلو كل شهر، ومن 6 شهور ل 9 شهور بتصيري تاخذي كيلوين كل شهر. يعني راقبي ميزانك حتى تكوني عم تاخذي الوزن بطريقه صحيه، بخلاف النساء اللي عندها مشاكل خلال الحمل بما فيها سكر الحمل، وهيدي بتاخذ وزن بعد اكثر. بالنسبه للسعرات الحراريه، مبدئيا من اول شهر لثلاث شهور بتضلها هي نفسها، بتكون في حوالي 2000 سعرة حرارية. والتريمستر الثانية يعني من 3 شهور ل 6 شهور بنضيف 200 سعرة حرارية، ومن 6 شهور ل 9 شهور بنضيف 200 سعرة حرارية زيادة، اللي هي 2400 سعرة حرارية بتصير تقريبا. أنا بقول تقريبا، في أبلكيشن اسمها ماي فيتنس بال فيها تساعدكم إنكم تحسبوا سعراتكم الحرارية، بس منك محتاجة ل 4000 سعرة حرارية. حبيباتي هذا كان فيديو اليوم، بتمنى انه جاوبت على كل تساؤلاتكم بخصوص الحمل وشو فيها الحامل تاكل خلال هذه الفترة. اذا في سؤال ما جاوبت عليه ما تنسوا تخلوا لي اياه بالتعليقات، انا بلاقيكم بالفيديو الجاي. باي باي. انت يعني انا ما فيني اقول لك اذا كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. سيكي
خفت، ما في حدا، مين بده يفتح الباب؟ حسيت مثل كأنه حدا فتح الباب وغلق الباب. المهم